السلام عليكم، ازيكم شباب؟ بالنسبة للبريك سيستم، أنا لقيت فيديو على يوتيوب على قناة اسمها كات كام توتوريالز، تمام، Welcome back to CAD CAM بيشرح tutorial. Today we are going to sketch ازاي تعمل this, الديسك وازاي تعمل كرام كاليبر بتاعه، تمام، وتصميمه شكله بسيط جدا يعني، تمام. فاحنا هنمشي فيها كده بسرعة نشوف فكرة هو عمل الحوار ده ازاي وممكن احنا ايه نطور فيه ازاي. طبيعي جدا هو في الاول هيجي يعمل ديسك صغير كده، بعد كده بيعمل الدوائر اللي كانت موجودة في الاول دي. او خلينا بس في الاول كده نقول حاجة زي دي هتعملها انت ازاي، تمام. طبعا انك تعمل ديسك زي ده وزي واحد الناحية التانية مفيش فيها مشكلة، تعمل هنا سيركل وسيركل اصغر شويه وتعمل لها اكسترود بقيمه، بعد كده تعمل لها ميرور الناحيه التانية لو انت عاوز تعمل ميرور دلوقتي، مع ان انا ما انصحش انك تعمل ميرور الا ما تخلص كل الحاجات اللي موجوده في الايه في الجنب ده بعدين تعمل ميرور، تمام. بالنسبه للدوائر دي هتعملها ازاي؟ بكل بساطه ممكن تعمل خط كده وترسم دايره صغيره وتعمل حاجه اسمها وترسم الدايره الصغيره هنا وهنا وتعمل اللي هي الباترن بتاعت الكيرف، تمام، باترن على كيرف يعني. هيقول لك سيلكت الكيرف، تقول له الخط ده هيعمل لك كل الدوائر دي على ايه على الخط ده، تمام. بعد كده بعد ما تعمل الدوائر دي وتعمل دي كمان تلات حاجات دول تاخد لهم باترن برقم، هو هنا تقريبا 2 3 4 5 6 عامله 7، تمام. تعمل باترن انت بايه ب7. خلصت انت الجزء ده، تيجي تعمل الجزء اللي هو جوه ده، تمام، مجرد خط واكسترود بسمك معين وخلاص عادي، وتعمل له سيركلر باترن. بعد كده تبدا تعمل ايه الميرور بقى. تعمل الميرور ازاي؟ تاخد بلين ما بين السطح ده وما بين الحافه الخارجيه للجزء اللي انت عامله في النص، وتميرور السيرفيس او الجزء اللي على الشمال على اليمين، تمام. الخطوه اللي بعد كده هتعملها تبدا تعمل الديسك اللي ايه الصغير اللي في النص ده عادي يعني، ما فيهوش حوارات يعني، تمام. بعد كده هتيجي تعمل الجزء اللي ايه اللي هو اللي فوق ده، زي ما انت شايف كده هو رسم رسمه عاديه يعني بروفايل عادي، وخد اكسترود بقيمه وعمل له ميرور الناحيه التانيه. طبعا لازم يكون البعد بتاع الداخلي بتاعه هو الخارجي بتاع الديسك ده، تمام. ولما عمل ميرور بعد كده خد 2 اسطوانتين صغيرين اهم والجزء ده، بعدين ضاف الجزء اللي هنا ده موجود بس كده. فهو الصراحة الفيديو ده هو كويس يعني وماشي بسيط جدا يعني. فده الفيديو اللي انا اقدر ارشحه ليكم. مثلا هو هنا عمل السيركلز دي وعمل اكسترود عادي وعمل ده كمان عمل لهم كات اكسترود، المهم، تمام. هو بعد كده عمل الدايرتين دول، عمل خطين وراح هو ايه ذات نفسه بقى كده وقعد يعمل لها تساوي ما بين الخطوط ويعمل مسافة ويحط أبعاد ما بينهم كلهم. اللي هو انت ممكن تعمل الخطوة دي select these cutouts وبعدين عمل الايه and choose this circle as axis. الاكسترود كات، بعد كده عمل سيركلر باترن، بعدين عمل القطع الصغير ده، بعدين عمل سيركلر باترن، بعدين عمل ال now see our pattern this as a your profile yeah this كده I think this is better it is not touching in any holes choose line يبقى واصلة لإيه جزئين ببعض. الديسك الخارجي وعمل الدوائر اللي فيه. مثلا احنا لو عايزين نعمل حاجة شبه دي، تمام، كنترول ان هتسكتش سيلكت سيركل، تاخد سيركل بقطر معين اي قطر يعجبك بقى، تمام. انا بس بقول لك كمثال هتعمل حاجة زي دي ازاي.
مثلا حاجة بالشكل ده، تقول له اكسترود قيمة وليكن 4 مثلا. بعدين هتيجي على السطح ده تقول له سكتش، وتيجي واخد خط الشكل ده كده، خط عادي يعني مفهوش إبداع يعني. تمام، تحوله بس سنتر لاين. انت تقدر بقى انت تديله أبعاد بحيث تخلي شكله مناسب. تمام، وتيجي واخد هنا دايرة صغيرة ولتكن 2. تمام، وتروح تعمل لها لينير باتر، وقول له ان الاكس اكسس ده هيبقى الخط ده. وتروح تقول له والله انا عاوز اعمل اكسترود كات لحاجة زي دي ترول. تمام، واظهر لي بس السكتش ده، واعمل لي حاجة اسمها كيرف دريفن باتر، واختار الكيرف اللي عاوز تمشي عليه، واختار الفيتشر بتاعتك اللي هي دي. تمام، واختار العدد المناسب ليك، هيكون 7 كتير برضو. لو حطينا 5 بس او 6، 7 كويس. تمام، وكليك صح، هتلاقي ان ده الشكل الايه بتاعهم. تيجي تاني تسكتش هنا وتعمل خط تاني هو شايفه مثلا، الخط اللي هو المناسب بالنسبة لك برضو. تمام، وخليه سنتر لاين، هات حتة دايرة برضو، حط هنا دايرة ب2 وانتر، واكسترود رول. تعال شو السكتش ده، روح اعمل كيرف دريفن باتر، خد الكيرف ده والفيتشر اللي انا عاوز اعملها هي دي، هيجيب لك نفس الرقم اللي فات، تقول له اف ده واف ده. تمام، بعد كده هتقول له سكتش عاوز اعمل هنا حاجة وليكن الشكل ده صغيرة كده، و سترود كت وليكن ب1. تمام، و محتاج اعمل هنا حاجة تانية ولتكن الشكل ده برضه وليكن كده مثلا، وتيجي عامل اكسترود بقيمة، القيمة اللي تعجبك بقى. تمام، او القيمة اللي هو هتلاقيه محددها لك بالفرق بتاع الفيديو. تمام، وتيجي واخد الكلام ده بقى ايه رايح اعمل واحدة بس سيركولر بيتر، تحط له ان انا عاوزك تلف حوالين السيركل دي ب قيمة 7 الأول لده وده و لا هنا، تحدد بس اللي هلف حواليه، تروح على الفيتشرز تحدد دي ودي، وما تنساش الكت والكت ده والباترن ده. تمام، قلنا دول بإيه؟ ب7، عملنا دول. تمام، ممكن نيجي بس على السكتش ده نعدله بحيث إن هو يبقى إيه بعيد شوية عن الحاجات دي.
يبقى هنا كده مثلا. سيركلر باترن تانية على الاي جي دي والفيتشر اللي هي دي، وتخليها بعدد بحيث ما تقطعش مع حاجة تانية. هو هتلاقيها حاطط العدد المناسب. تمام، مثلا وليكن ان العدد ده مناسب، فتيجي اقول له تمام الدنيا بالنسبة لي تمام، وهستأذنك بقى يعمل لي هنا ايه الميرور. بقى تعمل الميرور ازاي؟ تروح بريفرنس جيومتري تختار تو فيسز دول، هيعمل لك بلان ما بينهم. هتيجي اقول له ان عند البلان ده عاوز اعمل ميرور ما بين الجزء ده وده، تمام جابهولك فاضي لان انت ما اخترتش الحاجات التانية. فاحيانا انا بريح نفسي يعني، وايه مفيش هنا باظ اساسا ماشي. ولازم تقول له بقى ايه كل الحاجات اللي انت عملتها. ريح نفسك وتعالى من هنا كده و قول له السيركولر باترن ده وده وده. الوحيد اللي انت مش هتضيفه اللي هو البوس اكسترود ده و الباترن بتاعه. تمام، بعد كده تكليك صح هيعمل لك الجزء على اليمين زي الشمال بالظبط. تمام كده. طبعا هو فينا غلطة احنا عملناها اللي هي ايه، المفروض ان الفتحة اللي عملناها جوه دي كنا عملناها فين؟ في الناحية التانية. تعدلها ازاي؟ موضوع بسيط، شوفها بس هي فين الأول. هتضغط على ده كده، هتجيب من سكتش تأديت تأديت السكتش بلين وتقول له أنا عاوز أعملها هنا. ماشي، تلاقي فيه مشاكل مفيش مشكلة. تلاقي الاكسترود بتاعها تعكسه بس مش أكتر. تمام كده، هتلاقيها ايه اتظبطت معاك. فهو الموضوع بسيط. طبعا لو عاوز تعمل الجزء ده اللي تحت ده مش قصة بالنسبة لك، يعني انك تعمل حاجة زي دي دايرة كذا هنا وهنا كده، تعمل دايرة تانية صغيرة تقول لها اكسترود بقيمة معينة، انت تيجي على السطح ده تقول له سكتش وكونفيرت وسترود بقيمة برضو. القيمة دي لازم تكون مثلا صغيرة، وتيجي بقى تعمل هنا شوية دوائر والكلام ده. ده الموضوع بسيط. تمام، بس انا بس اقول لك الايه المبدأ انك تعمل حاجة زي دي ازاي. تمام، دي كده تروح تديها appearance الشكل اللي انت محتاجه مثلا، مثلا الشكل ده يبقى حاجة بالشكل ده مثلا. فايه فالموضوع الموضوع مش صعب. تمام، وبالنسبة لتصميم الديسك فهو نفس الموضوع بسيط يعني. تمام، حتى لو تابعت الفيديو يعني الفيديو بتاع ساعة ل10 طويل جدا يعني. تمام، هتيجي هنا في الجزء التاني هتلاقيه اللي هو الكاليبر ده، هتلاقيه بيرسم بشكل ما وبيعمل اكسترود وميرور برضه الناحية التانية نفس الفكرة. اتمنى ان الفيديو ده يبقى مفيد بالنسبه لكم، انك على الاقل تعرف تعمل حاجه بسرعه ازاي. ولو في مشكله ولا حاجه كلموني. تمام، شكرا.